بالتسعينات لما مجلس الشيوخ الأمريكي حاول يحط رقابة على المكملات الغذائية، الشركات الكبيرة عملوا حملة إعلامية ما صارش زيها في التاريخ عشان يمنعوا أي نوع من الرقابة عليهم. ومش بس دفعوا فلوس للإعلانات، دفعوا رشوة لأعضاء من المجلس عشان يمرقولهم الموضوع، وفعلا مرق الموضوع والمكملات الغذائية تقريبا صفر الرقابة عليها. فيتامينات يا جماعة ما تكبروش الموضوع، شو رقابة ما رقابة. ونفس القصة بالضبط صارت بكندا، لدرجة انه وزير الصحة الكندي طلع يعتذر انه فكر يحط رقابة على المكملات. طب شو قصدك بما عليهم رقابة؟ يعني الشركة الصانعة مش مطلوب منها تثبت انه المكمل الغذائي فعلا بيشتغل وله مفعول حقيقي، بيكتبوا لك بنحف، بيرفع المناعة، بيقوي المفاصل، مش مطلوب منهم يثبتوا اي اشي مكتوب على العلبة. حتى محتويات العلبة ما عليها رقابة، بيقدروا يحطوا لك اي اشي ويبيعوك اياه، بس اكيد بيجربوه على البني ادمين قبل ما يبيعوه، صح؟ غلط. ولا حتى على الحيوانات؟ برضو لا. يؤسفني أفاجأك أنه كثير من المعادن والفيتامينات والأعشاب الطبيعية إلها أعراض جانبية ومش مكتوبة على العلبة، بتوصل لفشل كبد أو كلى حتى لو منتج طبيعي. لما تشتري دواء حقيقي ويجي معاه روشتة كبيرة زي هيك، هذا إشي بيطمن أنه الدواء هذا انعمل عليه أبحاث ودراسات وتم اختباره على آلاف الناس قبل ما يوصلك. فيتامين سي، you know, like in oranges.